أهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. الطقس في منتهى الجمال ولا توجد أي مشاكل، كل شيء رائع من أجل قضاء أمسية في منتهى المتعة. هذه تحياتي، محدثكم فارس عوض، سأكون معكم من كابينة التعليق. وموعدنا اليوم مع مباراة في مرحلة الدوري لهذه المنافسة، نادي روما في مواجهة فريق ليون. هذه المباراة عنوانها حط النقاط من أجل التفكير في المرحلة المقبلة. تجميع النقاط مهمة ليست سهلة وتحتاج إلى تركيز من مباراة إلى أخرى. هذه تشكيل 3-3 وهي اللي تعتمد على الأجنحة في هذه المباراة. ألا مشاهدينا متابعينا، تبدأ هذه المباراة بشكل رسمي في هذا اللقاء. رينا باشا، فرصة هدف محقق. أي تألق هنا وأي روعة، بكل براعة تنجح في التصدي لانفراد سريع، لم تفقد تركيزها وتنهي الخطورة. تنفيذ الركنية في منتصف منطقة الجزاء، ضربة قوية في إبعاد الكرة. الآن مع هيجربير، كرة بعيدة جدا عن المرمى، تدخل خاطئ والقرار سيأتي باحتساب خطأ. كل يتحدث عنها وسائل الإعلام بتركيز كبير عليها وبشكل غير عادي. تعرف جيدا كيف تلعب في المساحات الضيقة وكيف تتبادل الكرات وكيف تكون مصدرا لاختراق الدفاع وضرب الخطوط الطولية في الملعب. شوف التدخل، لكن الكرة بالطول بعد ذلك وبتتحول إلى رمية تماس. بينية تمر من الدفاع، تسلل موجود في هذه اللقطة. الآن فرصة حقيقية للتسجيل، ما زالت الفرصة. لا أجد كلمات تصف ما حدث، براعة، مهارة، هدوء، ثقة. حارسة المرمى تبدع وتنهي خطورة هذا الانفراد. تلعب في عمق ال 18، اعتراف شجاع للتصويبة. غريتي، فرصة والمساحة موجودة، قطع للكرة قبل أن تزداد الخطورة. وتخرج الكرة إلى رمي التماس. سارة دابريتز، الكرة تصبح مع سيطرة الفريق الآخر. you
تأتي المساندة. الآن مع دياني قد نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات. أوه ظهور رائع لحارسة المرمى في التصدي. جاهزة هيكربر، لكن رؤية مرفوعة هنا تعلن عن وجود حالة تسلل لتنتهي الخطورة. ممكن تضعها في المرمى. أول هدف في المباراة، لكن ضاعت الفرصة. كان ممكن فرصة الهدف الأول، كان ممكن 1-0 الآن. تشتعل الأجواء، انفراد بهذه اللقطة، لكن ضاعت المحاولة. دابريس تستعيد الكرة بشكل جميل. كرة تصطدم في الدفاع، تخرج إلى ضربة ركنية. قرار هنا بالتبديل وبالتالي التوجه إلى مقاعد الاحتياط. سلمى ستلعب هذه الضربة الركنية. ما زالت الخطورة قائمة. خطأ وركلة حرة في مكان قد تشكل خطورة. تصدي للكرة الثابتة. يا الله على التصدي الأخير، فرصة كانت خطيرة جدا على المرمى. التعادل يستمر في المباراة، غريبة كيف ضاعت. هذه اللحظة ممكن استغلالها هجوميا بشكل جيد. الآن مع هيكربير، الآن فرصة للتسجيل. رائعة جدا حارسة المرمى. كرة يفقدها فريق ليون. الوقت المضاف هو دقيقتين لهذه المباراة. مضيع الكرة من فريق ليون. تأتي الصافرة لتعلن عن نهاية الشوط الأول. ربما يكون الأداء مرضيا في بعض الأوقات، لكن ضربة بداية شوط المباراة الثاني نأمل بأن يكون إيجابيا بعكس نتيجة شوط المباراة الأول السلبية. جينيس هوران. الآن مع دياني. هل تفعلها وتسجل؟ والهدف يأتي. الضغط مستمر، الإصرار على الهجوم. أخيرا الكرة في المرمى. هدف مستحق، مجهود كبير من الفريق حتى الآن في هذا اللقاء. نتابع إعادة الهدف ونستمتع بالتناغم والتفاهم وتمرير الكرة في الوقت المناسب لتنتهي في المرمى. أوه الآن تبدأ المباراة. بعد شوط أول سلبي نشاهد الهدف الأول. بينية في ظهر الدفاع. أوه على فرصة خطيرة، انفراد تام، لكن اللمسة الأخيرة ما كانت مثالية في اللقطة الماضية.
ضربة ركنية ترسل إلى وسط منطقة الجزاء. ضغط جيد واستعادة الكرة وفرصة لابد من استغلالها. ضغط كبير مشاهدينا. لدي فرصة خطيرة الآن. تصدي ممتاز من حارسة المرمى. الثلث الأخير من هذا اللقاء يبدأ في هذه اللحظات المتبقي فقط 30 دقيقة. تدخل دفاعي قوي وابتكاك لهذه الكرة في المناطق الخلفية. والقاء جديدة. تدخل ناجح هنا لاعتراض الكرة. بينية خطيرة من جانب هورار. الله على التصدي وإبعاد الكرة. عشرين دقيقة كل ما تبقى على نهاية أحداث اللقاء. هورار وحارسة المرمى تضرب الكرة الآن إلى مكان بعيد. الركنية تأتي صفوف فريق ليون. تلعب في داخل المنطقة. تسديدة قوية لكن بعيدة جدا عن المرمى. لقطة سيئة جدا في المحاولة الماضية. فقد الفريق الكرة في هذه اللحظات. مساندة تصل الآن. الآن مع ديالي. الآن فرصة حقيقية للتسجيل. الفرصة مستمرة هنا. هيكلبرت تسجل الآن هدف في هذه اللحظات. نتابع الهدف مرة أخرى. شوف الروعة في تنفيذ هذه اللعبة. 2-1 أمام المرمى والكرة في الشبار. هدف يوسع الفارق مشاهدينا. النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. كيشاسيلا إندلر ويندي رينارد باشا ماروسان بينية تحرك القلوب. لم تكن خطيرة في اللقطة الماضية على حارسة المرمى. تتحول مع ليون. رمية تماس. واضح بأن المدرب سيلجئ إلى ذكرة البدلاء في اللحظات القادمة.
تنطلق فرصة خطيرة هنا. هذه فرصة هدف. خطونة مستمرة. عرضية في 18 لكنها لا تشك. وتأتي هذه اللحظات صافرة النهاية لتؤكد على فوز فريق ليون. مباراة كانت قوية لكن الفريق عرف كيف يحسمها لمصلحته في النهاية، وعرف كيف يخرج منتصر بعد أداء ممتع دفاعيا وهجوميا. اليوم تابعنا وشاهدنا كيف قدم تيكر بيرغ كل شيء ممكن وغير ممكن في هذه المباراة. ظهرت بشكل جيد في مباراة اليوم وسببت مشاكل كبيرة للخصم وساهمت في تحقيق الانتصار.